وهالعوائل هذه كلها تنتظر الصليب الأحمر وهالمواد هذه، لأن المواد الأولية كلها راحت، كلها راحت. بعدين ماكو مساعدات إلا منكم أنتم جت المساعدات. In case of another attack on Mosul, more displacement is expected. The context is highly volatile, needs are huge, and we need to mobilize all resources to respond to the needs of people. والله وضعنا ويتعشون وما يتعشون، نوب اكو نوب ماكو، حفن التمر ماكو، طفل يقع على الطبيب ما عندي شيء اروح اوديه على الدكتور، ماكو منين نجيب؟ هذه حالتنا. تعرضنا الى سلب ونهب وشغلات كثيره، المحولات الكهرب راحت، الابار، الطواقم شوفت عينك، منطقه ربيعه كانت يعني واحد من ساحه حرب، هذا واحد من الابار، كانت عوائل نازله هنا وهذا. نعم ايوه. هسه حاليا هذا ممكن اعاده تشغيله، ممكن اعاده تشغيله، نعم نعم، اذا توفرت الكهرباء، اذا توفرت الكهرباء او مولدات الديزل، يعني الكهرباء يقولون بعد شهرين او اكثر تطول. نعم المواطنين بحاجه ماسه الى المي، لازم يعني ندبر لنا في المولدات.